أصدقائي وإخوتي وعائلتي الكبيرة، السلام. أولاً وقبل أن أبدأ بالموضوع الأساسي لهذه الرسالة، أود أن أبارك لكم مسبقاً على حلول شهر رمضان المبارك، وأن أدعو الله أن يتقبل أعمالكم وصيامكم خلال الشهر الفضيل سلفاً. أنا أعتذر بشدة، خلال الأسبوعين الماضيين لم نستطع أن ننشر حلقات برنامج القصة في أيام الخميس الماضية، وذلك بسبب بعض المشاكل التقنية. نحن بالطبع نعمل على حل هذه المشاكل وعلى إنتاج القصص الرائعة والتي ستنال إعجابكم، ومن يدري لعلنا قريبا سنخرج بحلة جديدة لهذا البرنامج الجميل إن شاء الله. ثانيا والموضوع الأساسي لهذه الرسالة، من الله علي بالنجاح وبحب الناس وبملايين المشاهدات وملايين المتابعين، ولكن إن لم يكن لذلك هدف فما الفائدة منه؟ إن لم يكن هناك ولو جزء بسيط من منظومة النجاح المتكاملة هذه لمساعدة الناس ومن يحتاج المساعدة، فما الفائدة من هذا النجاح؟ خلال هذا الشهر المنصرم وصلني مئات الرسائل من أناس يسعون جاهدين وبكل ما أوتوا من قوة لمساعدة طفلة عربية تعاني كما يعاني وطنها لبنان، بل وأكثر من هذا بكثير. استغاثة الناس هذه واستغاثة الأم التي تحاول جاهدة ولم تستسلم قط منعتني من تجاهل مثل هذه الحالة، وبالأخص هذه الطفلة. الطفلة الجميلة ميلا مرزوق المفعمة بالحياة تعاني من مرض قاتل جعلها وأهلها في سباق مع الزمن، إما أن تنجو وإما أن يقضي المرض عليها. وللأسف علاج هذا المرض هو أغلى علاج في العالم، مرض ضمور العضلات الشوكي أو SMA1. عادة الأولاد الذين يصابون بهذا المرض يعيشون ما بين سنة ونصف إلى سنتين، هذا إن لم يأخذوا العلاج المناسب والذي يعتبر الأغلى في العالم. هذا العلاج عبارة عن جرعة من دواء زولجنزما الموجود في مستشفى في دبي يسمى الجليلة. تكلفة هذا العلاج 2,160,000 دولار. الأم تسعى بكل جهد وتحاول بكل الطرق الممكنة، الأم تناشد كل العالم عبر كل منصة تستطيع الوصول إليها لعلها تستطيع إنقاذ ابنتها. ولحد الآن استطاعوا أن يجمعوا ما يقارب 800,000 دولار أمريكي من كل المتبرعين حول العالم. ولأنني تعودت على كرمكم يا أهل الخير، ولأنني أنا وأنتم جزء من هذه المنصة التي تحاول أن تقدم كل ما هو هادف لهذا المجتمع العربي، أناشدكم وأطلب منكم أن تساعدوا هذه الفتاة بأي طريقة ممكنة. عائلتنا اليوم تفوق 1,800,000، لو قرر أغلبنا أن يتبرع ولو بدولار واحد فقط فسيتمكن من إنقاذ حياة هذه الطفلة. هذه رسالة إنسانية بالدرجة الأولى، وما ستقومون به هو عمل إنساني هو من صفاتكم حتما. أنا أعلم أن هناك العديد والآلاف من الأطفال الذين يعانون حول العالم وبالأخص في عالمنا العربي، وأنا أعلم أن هذه المنصة ليست منصة لجمع التبرعات ولم تكن كذلك، وليست منصة لجمعية خيرية، ولكن كما قلت سابقا إن لم يكن لهذا النجاح شيء لوجه الله تعالى فلا حاجة له. لذلك أصدقائي أكرر المناشدة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك هذه تجارة لا تبور. أنقذوا حياة هذه الطفلة، ساعدوا هذه الأم التي تبكي ليلا ونهارا وتسعى جاهدة لإنقاذ حياة ابنتها ولم تقف مكتوفة الأيدي قط. كل طرق المساعدة متاحة عبر وستر يونيون أو عبر منصات جمع التبرعات حول العالم أو حتى عبر شبكات الاتصالات في لبنان وفي السعودية أيضا. وطبعا يمكنكم أن تجدوا كل التفاصيل لجمع التبرعات في شرح هذا الفيديو على يوتيوب وعلى إنستغرام وعلى فيسبوك أيضا. شاركوا هذا الفيديو أصدقائي مع كل من حولكم، لعل صوتنا هذا يصل إلى الحكام أو أصحاب الأيادي البيضاء والذين حتما سيقومون بالمساعدة اللازمة لإنقاذ حياة الطفلة ميلا مرزوق. وأنا كل يقين أنكم عند المقدرة لن تقصروا أبدا. أخوكم حسن هاشم، والسلام.